السلام عليكم ورحمة الله. صادفنا قبل أيام 29 من نوفمبر، وهو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. والشعب الفلسطيني اليوم أحوج ما يكون للتضامن، ولكن التضامن العملي الواقعي، وليس بالشعار والمزايدات الإعلامية والسياسية الفارغة من أي مضامين. نعم، ما أحوجنا ونحن نعيش المنعطف الأخطر في تاريخ قضيتنا الوطنية إلى التعاضد والتضامن المنتج الفعال الذي يجنبنا ارتدادات ومخاطر هذه الحرب اللعينة التي تواصلها إسرائيل على الشعب الفلسطيني ومقدراته وهويته وقيادته الشرعية بالقصف والتدمير والتحريض. هذا هو يوم التضامن الحقيقي بالوقفة الجادة الهادفة من خلال الجماهير التي تنتمي إلى الإنسانية الحقة، والتي انحازت لوجعنا وقهرنا في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية. مساء الخير مشاهدينا. نتحدث عن يوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وحتى تسجيل هذه الحلقة وهذه اللحظة نتحدث عن 15,000 شهيد على أرض غزة، نتحدث عن عشرات الآلاف من الجرحى، نتحدث عن الآلاف من أهل غزة الذين ينزحون من شمال غزة إلى جنوبها. اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يعني بما قامت به الأردن من تثبيت الصمود للشعب الفلسطيني على أرضه، من تعزيز صمودهم، من الوقوف في صد فكرة التهجير التي ادعتها إسرائيل. يعني التضامن مع الشعب الفلسطيني أن نكون مع حل الدولتين وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم دون القفز عن أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني. دعم الصمود يعني وجود تحالف سياسي عربي يوازي ذلك التحالف الذي قامت به الأردن مع الشقيقة مصر الحبيبة. صحيح يا لانا، أتفق معك جدا. قضية فلسطين هي قضية عدل وقضية سلام في الأصل، وقضية أمن. هذه هي دولة فلسطين التي كانت دولة يعني تحلم بالسلام والأمان، وعلى أرضها الكثير من الخيرات. ولكن ما حدث ومنذ 1947 ونحن مع هذه القضية أكثر من 75 عام، وأجيال وأجيال تتعاقب على نصرة فلسطين والتضامن مع فلسطين. واليوم العالمي للتضامن لأننا دائما نذكر أنفسنا بأن هناك دولة محتلة، دولة عربية محتلة، ونحن نحاول طول الوقت أن نقدم لها كل الدعم. على أرض مصر والمصريين اعتادوا دائما أن يكونوا أبدا مع القضية الفلسطينية، وعلى أجيال مختلفة وعلى مراحل مختلفة طول الوقت القضية الفلسطينية عنوان مهم جدا لدى الفلسطينيين، ونصرة فلسطين دائما موجودة في القلب وموجودة بكل الدعم والمساندة. هذه المرة نحن أيضا نشاهد الكثير من الشباب اللي بيدعم التضامن، الشباب الذي لم يعش ولم يرى بنفسه جرائم الحرب. اليوم كل جرائم الحرب اللي موجودة في قطاع غزة والإبادة التي نشاهدها يوميا موثقة، والشباب يشاهدها، والشباب أيضا يكتب عنها ويشير هذه جرائم الحرب ليكون هو أيضا له دور في هذه الحرب. الجميع اليوم يحاول أن يرفع صوته من قطاع غزة بالتضامن إلى العالم كله، وما يشيره الشباب اليوم من جرائم حرب عبر السوشيال ميديا ويشير إلى العالم كله ويرفع صوته ما هو إلا توثيق لهذه الجرائم التي نشاهدها يوميا. جرائم في الأسلحة، جرائم في الإبادة، تشاهدون الأطفال، الأسلحة التي دمرت الأطفال. لقد شاهدت أنا بنفسي الأطفال في مستشفى العريش العام كيف تم تدميرهم. كل ما نستطيع أن نقدمه اليوم أن نظل جميعا بنفس القوة وبنفس التضامن مع شعبنا ومع أهل فلسطين أبد الأبدين حتى يأتي الحل بإذن الله.